تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في أولى حلقاتنا في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، اللي نتمناه إن شاء الله يكون يعني شهر مليء بالخير، وهو شهر الخير أصلا. فكل التحية لكم مستمعين الكرام، وأيضا لمتابعينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حساب نور دبي وحساب هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai. متواصلين معاكم عبر برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبرعاية دكتور نيوتريشن. صباحك الله بالخير دكتورة. صباحك الله بالخير والنور والسرور، صباحكم خير في ثاني أيام رمضان الكريم. إن شاء الله كان أمس يوم خفيف عليكم، وإن شاء الله نتواصل معاكم طول أيام شهر الخير شهر رمضان، ونهاركم سعيد. نهاركم أسعد دكتورة. بناخذ بس سؤال الحلقة اليوم، سؤالنا يقول: أنا أحب المسابقات والأسئلة ترى. يلا نقول لكم سؤال المسابقة رمضانية مال اليوم: تناول التمر عند الإفطار مفيد، لأن التمر، اختاروا من الخيارات: التمر مصدر للسكر سريع الامتصاص والهضم، الخيار الثاني: التمر يهيئ المعدة للوجبة الرئيسية، الخيار الثالث: التمر يحتوي على الألياف الضرورية للصائم، والخيار الرابع: كل ما سبق صحيح. الإجابة على 4006 بس، ما نستقبل الإجابات على 4006. يعني مو على الانستغرام، لا تطرشون إجابات زين على الانستغرام. ما في، بتكون في مسابقات ثانية بيخبرنا عنها الأستاذ غانم لوتا مدير إدارة الاتصال التسويق والاتصال المؤسسي معانا عبر الهاتف. صباحك الله بالخير يا أبو عبد الله. صباح النور والسرور أبو عبد الله. ويوسف شحالك؟ الله يسلمك، طاب حالك. خبرنا عادة عن المسابقات والأشياء اللي حضرتها هيئة الصحة بدبي للتواصل مع المجتمع خلال هذا الشهر الفضيل. أول شيء أشكركم على إتاحة الفرصة لهيئة الصحة بدبي لاستعراض نشطتها في شهر رمضان المبارك. هيئة الصحة كما عودتنا كل سنة مشاركات مختلفة على كافة الأنشطة الرياضية الاجتماعية والمسابقات العلمية، كذلك التوعية. خلنا نستعرض وياك أول شيء اللقاء الإعلامي والاجتماعي لموظفين هيئة الصحة، حيث يكون لقاء موسع ما بين قيادات الهيئة والموظفين، هذا لتعزيز التواصل ومناقشة أهم المواضيع اللي تهم هيئة الصحة والمجتمع. كذلك تعزيز التواصل ويا المؤسسات الإعلام اللي موجودة في الدولة لنوع من الشفافية، وعرض أهم الإنجازات لهيئة الصحة في دبي. هذا بخصوص الملتقى الإعلامي. أما بخصوص ملتقى الإسراء، هذا سنويا تقوم بهيئة الصحة في ملتقى الإسراء في منطقة المزهر، وحيث أن نتكاتف كلنا حول كبار السن، نوع من التواصل. هذه من الأشياء الأساسية لنشأنا عليها من عاداتنا وتقاليدنا. يكون ملتقى الأسرة مفتوح للجمهور من الساعة 8 بعد الفطور لين الساعة 1 في الليل. يتم كذلك يتم استضافة فيه أهم الشخصيات في المجتمع ومناقشة صحة كبار السن والتواصل ومعرفة أهم احتياجاتهم. كذلك عندنا مسابقة رياضية تشارك بهيئة الصحة للسنة الثانية على التوالي، هي بطولة ناس. هاي البطولة طبعا تعزيز ثقافة الرياضة وأهمية الصحة في حال ممارسة الرياضة.
بطولة ناس طبعا غنية عن التعريف، الحمد لله رب العالمين إن شرف أن نشارك فيها هاي السنة على التوالي لما حققناها من نجاح سابق في سنة 2016. نشارك فيها بمجموعة من رواد السوشيال ميديا للاطلاع على المعرفة والتوعية الصحية. كذلك في بطولات موجودة ومسابقات موجودة في منصة هيئة الصحة في بطولة ناس. كذلك عندنا أخبار الصائم موجود على كافة مستشفيات الهيئة في حالة وقت الفطور زائد المراكز الصحية. كذلك الخدمات الإنسانية اللي تكون هيئة الصحة للمساعدات الحالة المحتاجة وتوفير الأدوية. مما من الجانب الإعلامي طبعا الجانب الإعلامي الحمد لله رب العالمين في هيئة الصحة متميز جدا في عن طريق الفلارات اللي موجودة في التلفزيون زايد على البرنامج الإذاعي الصحة والسعادة طبعا الملاحق الصحفية اللي في جريدة البيان وجريدة الجلف نيوز الأجنبية. كذلك عندنا مسابقات على التواصل الاجتماعي، مسابقات يومية، خدنا مسابقة طبختنا اليوم وخلق جدة، تواصلوا ويانا إن شاء الله على أساس أنكم تستفيدون من هالأنشطة والفعاليات اللي تقوم بها هي الصحة خلال الشهر القضيب. ممتاز، جزاك الله خير أبو عبد الله، ما شاء الله عليك كفيت ووفيت، ما أعطيتنا مجال حاطينك مجموعة أسئلة كريت كل الأسئلة قبل ما نسألها. جزاك الله خير، ما عندي مانع أبو يوسف أسألني مرة ثانية. الله يطول بعمرك أبو عبد الله. بس نحن ما شاء الله نحن من أعلننا السؤال الكثير من الإجابات ياتنا وكلها إجابات صحيحة سبحان الله، سؤالنا وايد سهل يبالنا صعب الأسئلة ها ولا سهل أبو عبد الله سهلوا عليهم سهل عليهم. جزاك الله خير أستاذ غانم عبد الله لوتا مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذه المداخلة وإن شاء الله ما نتواصل على مدار هذا الشهر بإذن الله. مشكورين جزاك الله خير. إذن دكتورة نعيد سؤال الحلقة اليوم ونذكر أن الجائزة هي 500 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي على الرقم كم 4006. شو السؤال يقول؟ تناول التمر عند الإفطار مفيد، ليش؟ لأن التمر اختاروا الإجابة الأولى التمر مصدر للسكر سريع الامتصاص والهضم، الإجابة الثانية التمر يهيئ المعدة للوجبة الرئيسية، والإجابة الثالثة التمر يحتوي على الألياف الضرورية للصائم، أم الإجابة الرابعة كل ما سبق صحيح. طرشوا على 4006 مع الإجابة بعد. أنا غشش؟ لا أنا ما غششت، الغش حرام. يقول لك دراسة تثبت أن الصيام يساعد في علاج الأمراض. زين، أجرى فريق يضم باحثين أمريكيين وإيطاليين عن كيفية استخدام الصيام في علاج بعض الأمراض مثل الأمراض المتعلقة بالأوعية الدموية والتي تصيب المخ كالزهايمر والشلل الرعاش، وأثبتت الدراسة أن الصيام لمدة يومين يخفض السعرات الحرارية وهو ما يزيد من كمية الخلايا العصبية التي تنشط التي تنشط الأعصاب. وكشفت الدراسة أن الصيام لمدة طويلة تصل إلى 10 أيام متتابعة مع اتباع نظام غذائي مبني على الخضروات يساعد مريض الالتهاب المفاصل على تخفيف الألام الناتجة عنها، كما تظهر فوائد الصيام أيضا على مرضى ارتفاع ضغط الدم في حال الصيام لمدة 12 يوم. أشارت دراسة يابانية أجريت على 380 مريض يعانون بعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والانهيار العصبي، طبق عليهم نظام الصوم لمدة 110 أيام، تبين أن 87% من المرضى نجحوا في التخلص من هذه الأعراض. هذه يعني ما لهم علاقة بالصيامنا نحن ما لهم علاقة بالصيام، هذا بعد ما صاموا نفس صيام نحن في رمضان، يعني صيامهم يكون مختلف. يعني صيامهم اللي يسوي صيامنا زين، هي احنا صيامنا الاحسن نوع اللي هو بس المشكلة عقب اول ما يذن المغرب هني المشكلة يخرب اليوم كامل 16 صيام كامل اخترب. هم صيامهم مختلف، صيام انتقائي مثل ما يقولون، يعني يخلونك تصوم عن بعض الانواع من الاكل، يعني تمتنع حتى ترى المسيحيين محمود عندهم نوع من انواع الصيام يمتنعون عن اللحوم واي يعني والدجاج واي شيء من اللحوم يمتنعون عنه فقط يبتعدون عن الخضروات والبقوليات. فالصيام مفيد جدا جدا للجسم، حتى مرضى السرطان عفوا اياكم الله يتبعونهم سياسة صيام معين تعتمد أيضا أن يكون في صيام مع تناول الخضروات فقط بعيد عن اللحوم لتخفيف
من أعراض الكيماوي والإسراع في العلاج من السرطان. الله يشافي ويعافي جميع المرضى إن شاء الله الموجودين معانا في مستشفياتنا، ونتمنى لهم إن شاء الله الصحة والعافية، ونتمنى أنهم يقضون هذا الشهر الفضيل بين أهلهم وبين عيالهم وبين إخوانهم وبين خواتهم. التمر وصانا بين الرسول عند الإفطار وهو سريع الامتصاص، والجسم يحتاج لرفع السكر عند الفطور. عموما نحن ما نطلع فاصل، بعد الفاصل نتكلم عن مبادرة جميلة قدمتها هيئة الصحة بدبي، طبعا نتكلم عن الدكتور عن أبو عبد الله أستاذ غانم لوتا على السريع، ولكن بناخذ تفاصيله مبادرة نسعد ببركم من خلال الدكتورة استضافة الدكتورة سلوى سويدي مدير مركز ملتقى الأسرة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله وقتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. دكتورة سؤال الحلقة اليوم شو يقول؟ ما شاء الله أشياء هني المستمعين اللي قاموا يتجاوبون على الأسئلة، ما شاء الله وايد جاوبوا على الجواب صحيح. نذكركم السؤال، تناول التمر عند الإفطار مفيد لأن التمر رقم واحد مصدر للسكر سريع الامتصاص والهضم، رقم اثنين يهيئ المعدة للوجبة الرئيسية، رقم ثلاثة يحتوي على الألياف الضرورية للصائم، أم رقم أربعة كل ما سبق صحيح. زين، فترسلون الإجابة على 4006 فقط، ماشي على السوشيال ميديا في مسابقات ثانية على مدار اليوم في حساب الهيئة هيئة الصحة اللي هو DHA_Dubai، ولكن على سؤال المسابقة هذه 500 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي على 4006. قبل الفاصل قلنا نحن ما نتكلم عن موضوع مهم جدا. ها دكتورة قولي مو مهم، يلا لا مهم. إنزين، هذه ضمن المبادرات المستمرة الهادفة إلى إسعاد كبار السن، أطلق مركز ملتقى الأسرة مبادرة نسعد ببركم، والتي ستستمر إن شاء الله طيلة شهر رمضان المبارك، ويمكن أظن تمتد حتى العيد. إنزين، عموما ما تعرف على هذه المبادرة أهدافها فعالياتها، شو الإمكانية للمشاركة في هذه المبادرة؟ معانا في الاستوديو الدكتورة سلوى السويدي مدير مركز ملتقى الأسرة. صبحت الله بالخير دكتورة ومبارك عليك الشهر. الله يبارك بحياتكم. دكتور خبرينا عن نسعد ببركم. طبعا نسعد ببركم هذه السنة الرابعة على التوالي، مثل ما تفضلت وقلت هي مبادرة تهدف إلى إسعاد كبار السن. هذه السنة اخترناها في عام الخير لتقديم الخير بشكل متميز لفئة متميزة. كبار السن طبعا لهم معزة وخصوصية خاصة في كل بيت إماراتي. صحيح. كل بيت إماراتي في شخص كبير بالسن نعتبرهم بركة البيت. شهر رمضان هو شهر التواصل، شهر صلة الرحم، أجواء رمضانية لازم يكون فيها تواصل. رؤية مركز ملتقى الأسرة هي تعزيز الشيخوخة النشطة أو الأكتف إيجينج ودمج كبار السن بالمجتمع. صحيح. عن طريق مبادرة نسعد ببركم هدفنا أن احنا فعلا نحسس كبار السن سواء كانوا المقيمين في المركز أو المراجعين الخارجيين أن احنا معاهم، احنا عيالهم طول السنة، فما رح نيجي في رمضان ونقطعهم، احنا معاهم، رح نقضي أوقات مع بعد التراويح غير دوامنا اللي هو الدوام الرسمي في فترة الصبح، احنا معاهم في فترة المساء من بعد التراويح وحتى منتصف الليل. ممتاز. شو الفعاليات اللي تشتمل ضمن هالمبادرة؟ طبعا الفعاليات كثيرة ومتنوعة. مركز ملتقى الأسرة مركز طبي، فالفعاليات بالمقام الأول هي فعاليات طبية. راح يكون في بشكل يومي فحص لكبار السن أو تشيك للمؤشرات الحيوية، الضغط والسكري وكتلة الجسم. راح يكون في الأطباء متواجدين لتقديم المشورة في حالة الحاجة. قسم العلاج الطبيعي راح يشتغل في فترة المساء لأول سنة. رح نعطي مواعيد لمرضانا للفيزيوثيرابي أو ريهابليتيشن أو إعادة تأهيل. رح يكون في محاضرات طبية سواء كانت عن طب المسنين أو عن أي أمور أخرى تخص كبار السن. رح يكون في محاضرات توعوية من قسم
من إدارة التغذية السريرية ما يقصرون معنا. أستاذة وفاء عايش دوم ما شاء الله معنا في رمضان، فرح يكون في فعاليات عن أهمية تنظيم الأكل في رمضان، مثل ما قلتي كيف الإنسان ممكن يفقد وزن، أغلب مرضان عندهم سكري فكيف نتحكم مرض السكري في رمضان. ممتاز. بالإضافة فرح يكون في محاضرات دينية بشكل يومي بالتعاون مع دائرة الأوقاف شؤون الإسلامية، دائرة العمل الخيري وشؤون الإسلامية عفوا، راح يكون في محاضرات بشكل يومي، وهذا الشيء ينتظرونه كبار السن ويحبونه. ممتاز. وراح يكون في فعاليات ترفيهية وثقافية، وفي أكثر من إفطار جماعي. لغاية الحين جدولنا تقريبا عندنا 6 مرات إفطار جماعي. ممتاز. سواء كان من داخل المركز أو من مؤسسات أو هيئات حكومية اتحادية قطاع خاص مجموعات تطوعية أو حتى أفراد. ممتاز. هذا يعني هذه المشاركة من قبل المؤسسات تدل على يعني حرصهم الكبير على مشاركة هذه الفئة من المجتمع هذه الأيام المباركة. ولكن أنا أبغى أتكلم عن الجمهور اللي يسمعنا حاليا دكتورة، كيف ممكن يشارك معانا في هذه الخيمة إذا عنده مشاركة معينة أو يبغي يتواصل؟ كيف يقدر يوصل هذه الخيمة؟ وأنتوا شو اللي تبغونه من الجمهور من خلال تواجدكم في هذه الخيمة الرمضانية؟ المبادرة اسمها نسعد ببركم، نبغي من الجمهور إسعاد كبار السن. مثلا لو كانوا فالنتيرز أو متطوعين، يهمني جدا أن المتطوع يقضي وقت مميز مع كبير السن، بحيث أن الاثنين يستفيدون، المتطوع يستفيد وكبير السن يستفيد. صحيح. إسعاد كبار السن هو هدفنا وغايتنا. يكفينا إحنا ما نطلب شيء معقد، إحنا يكفينا أن مثلا شخص يدخل ويجلس مع كبار السن ويسولف وياهم ويخليهم يضحكون، يلعب وياهم ألعاب معينة، يقرأ لهم جريدة، يقرأ لهم كتاب، هذا more than enough بالنسبة لنا. لما ذكرت المؤسسات عفوا، في عندنا مشاركة متميزة لجمارك دبي، عندنا إفطار جماعي يوم الخميس هذا تاريخ 1/6. الإفطار الجماعي عبارة يعني تم تنظيمه من قبل متطوعين في جمارك دبي. ممتاز. اختاروا أن فطورهم يكون من البيت، فكل شخص فيهم بيجيب فطور من بيته، كل متطوع فيهم، عشان كبار السن مهما كان الفطور فانسي وحلو هذا، بس في النهاية أكل البيت أكيد غير بالنسبة لهم هو الأحلى والأفضل. شو الهيئات الثانية اللي مشاركة معكم؟ دي ذكرت الحين جمارك دبي ودائرة الأوقاف، شو الجهات الثانية اللي شاركت معكم سواء متطوعين أو بفعالية معينة؟ أوكي. طبعا هالسنة معنا هيئة تنمية المجتمع، راح يكون في إفطار هم راح ينظمونه عندنا في المركز، وفي نفس الوقت كل إفطاراتنا الجماعية راح نعزم فيها معنا كبار السن من نادي ذخر الاجتماعي أو هيئة تنمية المجتمع. ممتاز. هدفنا أنهم يتعرفون على بعض، هم أصلا ربع ويعرفون بعض، فهدفنا في رمضان نحن نجمعهم مع بعض. في عندنا إفطار أو قافلة شواب رمضانية من مؤسسة كتوبيا للمسؤولية المجتمعية، هذا بعد أعتقد هاي يمكن 5 أو 6 سنة يسوونه. في عندنا إفطار متوقع من صاحبة سمو الملكي الأميرة هيا، في كل سنة تعزم كبار السن. ممتاز. في عندنا أو سحور من مؤسسة اسمها Forget Me Not، هي مؤسسة تعنى بمرض الزهايمر. وعلى طاري مرض الزهايمر، بعد رح يكون في عندنا مبادرة إحنا عندنا أصلا ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر لمساعدة الأهالي على تكيف مع المرض أو تقبل المريض. ممتاز. وتوعيته بالمرض هذا، فراح يكون عندنا محاضرات طبية تختص في ملتقى أصدقاء مرضى الزهايمر. ممتاز. جميل. آغا يقول وفقكم الله وجزاكم الله خير عن مبادرة كبار السن. هني أم أحمد تسأل تقول كيف ممكن نتطوع في الموضوع بالنسبة لنا كأفراد وكيفية التواصل معاكم. أنتوا تتواجدون دكتورة في منطقة الممزر شارع القاهرة بالقرب من مدرسة الاتحاد الخاصة، يعني تقريبا عند الملتقى، تقريبا الخيمة بتكون في نفس المكان. هالسنة ما عندنا خيمة برا، هالسنة فعاليتنا داخل الصالة الرئيسية داخل المركز. خيمة. زي. دكتور أنت ذكرتي شغلة وايد مهمة، أن كبار السن نحن ما نقول شواب، أنا ما أحبش أسمح حتى ولا هم يرضون يعني أنك تقولهم شواب، فنقول يعني هم شو اللي أنت ذكرت أن يحتاجون واحد يقرأ لهم جريدة، يسولف وياهم، يلعب معاهم كيرهم ولا يلعب معاهم بعض الألعاب الشعبية مالتنا نحن، هذا اللي يبغونه. ولكن في بعض الناس يعني أو فئة معينة للأسف نحن نعرف أن دشوا المركز سووا gathering قعدوا مع بعض وهذا ويسولفون وهذا ونسوا كبار السن اللي هم جايين أصلا عشانهم للأسف. أي.
ولا عيون مثل دكتور رندا دوم تصور سيلفي بس مو في اي ما يخصها دكتوره صح. وهذا ايه؟ هذا شيء يعني قبل ما يضايقنا احنا فكره المتطوعين اللي جايين عشان بهدف صوره انا دوم اسمي اقول يعني هو يا ياخذ صوره ويحطها في الانستغرام او السوشيال ميديا هذا قبل ما يضايقنا احنا يضايق كبير السن لان كبار السن جدا حساسين وجدا اذكياء ويقدرون يلمحون من البدايه من اذا انت من اول ما يتسلم عليه اذا انت جاي عشان صوره أكيد. ودوم يقولون هذا ترى جاي عشان صوره فاتمنى هاي الممارسات ما تكون موجوده للاسف شفناها سابقا ان شاء الله هذه السنه ما نبغاها ان شاء الله هاي رساله من دكتوره سلوى ان اي حد يصير يا جماعه استغلوا الوقت لمصلحه الشباب يعني مو بس عشان اتصور وانزل في انستغرام وسناب شات صفي نيتك شهر الخير هذا صفي نيتك يعني رب العالمين عارف انت شو الخير اللي سويته صح. مو لازم توثقه بصوره اكيد بعدين احسن احتراما لخصوصيه مرضانا بعد جميل. دكتوره يعني كلمه اخيره تبغين توجهينها قبل ان ننهي معاك اللقاء وايضا انا بستغل هذه الكلمه انك توجهين دعوه كذلك للجمهور طبعا حابين هذه السنه تكون مبادرتنا المعتادة هاي رابع سنة مثل ما قلنا هالسنة نسعد ببركم حابين نحن فعلا نحقق السعادة لكبار السن إن شاء الله نقدر بعد نعزم وزيرة السعادة تمر علينا مرت علينا هي سابقا وكانت جدا يعني عايبنها المركز وفعالياتنا وأنشطتنا حابة أن هذا الشهر الناس فعلا تصفي نيتها مثل ما قلتوا تزور كبار السن وتقدم لهم السعادة لأن على قد ما أنت تقدم لهم السعادة تراك بتاخذها أكيد يمكن صحيح. بر الوالدين هو الشيء الوحيد اللي immediately أو في نفس الوقت أنت تحس بال 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 بالفيدباك أو صحيح. بالفايدة منه صحيح. فأوجه دعوة لجميع أفراد المجتمع للتواجد معنا في مركز ملتقى الأسرة بشكل يومي من بعد صلاة التراويح وحتى منتصف الليل ممتاز دكتورة سلوى السويدي مدير مركز ملتقى الأسرة شاكرين لك هذا التواجد ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في فعالياتكم وبتكون لنا إن شاء الله لقاءات قادمة في شهر رمضان يمكن على نهاية أنتوا بعد مستمرين للعيد إن شاء الله مستمرين للعيد كالعادة الله يعينكم عموما دكتورة شكرا لك دكتورة قبل نطلع الفاصل بس نذكر بسؤال المسابقة السؤال هو تناول التمر عند الإفطار مفيد لأن التمر رقم واحد مصدر للسكر سريع الامتصاص والهضم رقم اثنين يهيئ المعدة للوجبة الرئيسية رقم ثلاثة يحتوي على الألياف الضرورية للصائم رقم أربعة كل ما سبق صحيح طرشوا الإجابات على 4006 مع اسماءكم الثلاثية فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن طبعا فاتكم هذا الفاصل اللي خذناه وفاجأنا عيسى دخل علينا فجأة وإحنا في نص السوالف مالت الفاصل زين دخلوا علينا على اللايف في الانستغرام تسمعون شو نقول الفاصل ما أنصحكم وايد وناسة ما أنصحكم وايد عموما دكتورة ذكريهم بسؤال الحلقة السؤال يقول تناول التمر عند الإفطار مفيد لأن التمر رقم واحد مصدر للسكر سريع الامتصاص والهضم رقم اثنين وهي المعدة الوجبة الرئيسية رقم ثلاثة يحتوي على الألياف الضرورية للصائم أم رقم أربعة كل ما سبق صحيح طرشوا الأجوبة على 4006 مع اسماءكم الثلاثية مو على إنستغرام فقط على 4006 طيب أيضا منوقف استقبال الإجابات إن شاء الله بعد كم عيسى 13 دقيقة احنا تقريبا 13 دقيقة يعني 11 إلى 10 عيسى بيشغل النظام وبيختار اسم الفائز يا سلام أوتوماتيكيا أوتوماتيكي طرشوا من الحين زين عموما أسر الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا عافية في الدنيا وعفو في الآخرة السعادة هي ما أدري المسج اخترب لأن فيه منقش المسج عموما ما يتسيف المطروشي شكرا لك ونسأل الله لك المثل إن شاء الله طيب بما أن نحن شهر رمضان وبما أن الحلقة تحولت يعني طبخ ومطبخ شفت الإعلان كشخة مالناها إعلاننا جميل كله طبخ ومطبخ وكذا كله طبخ ومطبخ إعلاني أنا محمود حق صحة وسعادة سمعته بما أن يعني الصحة والسعادة يكمنان في هذا البطن زين لأن البطن عبارة عن إيش؟ بيت الداء بيت الداء بيت الدواء والمعدة والحمية
والحمية. طيب معانا في الاستوديو دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرة في هيئة الصحة بدبي، موجودة معانا بتكلمنا عن وايد مواضيع، ولكن دكتورة تبغين تبتدين أنت ولا ناخذ أسئلة الناس؟ أسئلة الناس أحسن. في واحد يقول كيف نقسم الوجبات إلى خمس في رمضان؟ من الأسئلة بقدر أن ألخص شو ممكن. أول شيء كل عام وأنتم بألف خير والأمة الإسلامية بخير، يا ربي عساكم من العايدين ويتقبل الله طاعتنا وطاعتكم. تقسيم الوجبات إلى خمس في رمضان كتير سهل وكتير صحي، بمعنى أن لما أنا حبدأ أكسر صيامي، دائما نقول نكسر صيام بتمرتين ثلاث تمرات عفوا فردي، يا واحد يا ثلاث، مع طبعا كاسة مي، ومن ثم أروح أدي صلاة المغرب. فهي أول واحدة، أول وجبة. أرجع بعد صلاة، بعد صلاة المغرب أخذ الحساء الشوربة، وأتمنى أتمنى أتمنى أنه نعمل الشوربة في البيت مش الباكيت، يعني لأنه بفضل أن تكوني أنت عم تعرفي كيف المقادير اللي عم بتحطيها، بتخففي نسبة السمنة، السمنة الدهن الملح، تتحكمي بالمقادير الموجودة، ومن ثم السلطة، وبعد ذلك يبقى لك الطبق الرئيسي، هاي اثنين. أروح التراويح، أرجع أخذ الجيمات يا ندى، ممكن نأخذ لغاية سبع حبات مثلا، 275 سعر حراري تقريب، إذا فيها جبنة زيادة فبدك تقلل الكمية، أو أي نوع، أو قطايف أو كنافة، المهم أني أنا أدي، كل ما أديت تراويح أكثر يعني عدد ركعات أكثر، كل ما أنا سمحت لنفسي أخذ مقدار الحلويات تبعي يكون شوي أكبر، لأني بكون حرقت مقدار كبير من الإفطار. هاي صاروا إذن التمر والشوربة وهي ثلاثة. بعد ساعتين مثلا وأنا جالس على التلفزيون، ما يمنع أني أنا أحط اللي هي الخس الخيار. ليش ليش بنصح بالخس بالخيار بالسلري، ويكون معها مثلا روب روب مدعم بالبكتيريا الجيدة، وهاي بيصيروا أربعة. ليه؟ لأنه الخيار والخس والسلري فيهم مي، والآن العلم يقول كل الماء واشرب الطعام. كل الماء بمعنى خذوا عن طريق الخضار والفواكه، يكون في مساحة أني أنا أخذ فواكه مثلا تفاح برتقال كيوي، الأشياء اللي فيها يح، طبعا هلأ شمام هلأ موسمهم، هذا كله فيه مي، بيساعد على أنه المي تدخل لجسمي وترطبه بصورة أقوى. صاروا أربعة، والخامسة هي السحور. وأنصح نصيحتين، بكر بالإفطار وأخر في السحور. بكر بالإفطار يعني خلي الفطور على طول بعد الأذان، زي ما قلنا التمر والماي وبعد ذلك الصلاة، وأخر السحور قبل الأذان الفجر، قبل الإمساك يعني يعني هلا لنا الامساك على الساعه 4 4 ودقيقتين، خلي يعني يكون 3 ونص مثلا، عرفتي يعني نص ساعه قبل الامساك. ليش؟ لانه وزي ما حكى محمود، صحتين على قلبه، تسحر فول روعه محمود. الفول من احسن الانواع السحور اللي انا بنصح فيها انه الشخص ياخذها، على انه ما يكون فيها ملح كثير، وانه يتحكم في كميه الزيت الموجوده، يعني طشونه يدوبك انه بس يعطي الطعم. والطحينه يحط، ما بفضل يكون في كثير طحينه لان بتعطش، بفضل يكون في طماط، عرفت، تزينيها في طماط، تزينيها في كابسيكم الفليفله الخضراء الحلوه، تزينيها في هالاشياء. طبعا مع الخبز اللي المدعم، يعني بمعنى الخبز اللي فيه الياف عاليه حتى يشبع. ليش؟ كل ما كان طبعا الاكل اللي بنسميه احنا مؤشر السكر تبعه او الجلايسيميك اندكس عنده بطيء، كل ما انا ما حسيت بالجوع. صحيح، هذه هاي الخمسة. علي يقول الله يهديها يوعتنا. زين، شو تنصحينا نسحر يا دكتورة؟ جاوبت على هذا السؤال.
أي شيء فيه ألياف، أي شيء فيه ألياف مدعمة، حتى العيش على فكرة أنا أنصح، يعني أفضل العيش والمرق ثريد مثلا بالليل على السحور أكثر من مع الإفطار مثلا. يقول دكتور نحن السحر بطيخ وموز وتمر وحليب، شو رأيك؟ وهذا نظامنا ما نغيره من كم رمضان. هاي أم شوف أحمد، الموز والتمر والبطيخ من أروع الأشياء، يعني أنت حصلتي على الفواكه والفيتامينات من الموز والبطيخ. طبعا المي ما تنسوها، يعني المي هاي الجندي المجهول اللي لازم يكون موجود بكل مكان. أكسر صيامي بكاسة ومن ثم أكمل أوزع الأكواب حسب وزني على مدار اليوم. فطورك سحورك جميل إذا ما بتحسي بالجوع، بس لأنه ينقصه يعني البروتين، فأتمنى تضيفي عليه اللبن الروب المدعم بحليب تشرب حليب يعني فنفر. حليب is fine، حليب فيه بروتين طبعا. بعد التمر واللبن ما أحس أني يعانى أبدا وما أريد أكل الوجبة الرئيسية. إمتى؟ بالإفطار ولا بالسحور؟ بعد أتوقع. التمر واللبن أكيد عقب الإفطار يعني الفطور يعني. أوكي دكتور. فممكن يروح يصلي الصلاة ويأخذ سلطة، لأنه بدنا الفيتامينات والمعادن حتى لا ينقص الجسم من المعادن. برمضان مش ضروري أني أنا أهجم بالأكل بعد الصيام، بالعكس هذا يؤذي المعدة، هو يعودك على تغيير نمطية الجسم بعد 15 ساعة صيام. فمعلي ما عندي مشكلة لما تحس بالجوع كلي، ولكن ما يكون أكل دسم، أكل مدهن، يكون أكل خلينا نقول معمول بطريقة صحية. يقول دكتور أنا من كم رمضان أصوم بدون سحور؟ لا ننصح فيه هلأ. أنت شو رأيك ندى؟ أنا صراحة ما تسحر الأمانة، ما تسحر في رمضان. طيب، إحدى أسباب زيادة الوزن في رمضان عدم السحور للأهم. صحيح؟ نعم، لأنه الجسم يعتبر أنك أنت عم تعملي له تجويع، وبالتالي يخزن الدهون. فننصح بالسحور، وفي السحور بركة يعني، وهي سنة لها فائدة بالجسم الإنسان، لأن هي بتعطيك الطاقة. هلأ إذا كان عملك ليلي، بمعنى إذا كانت شفتات وإنت دوامك بالليل، فأنت أوردي يعني عم تحرق وبتنام بقت السحور، فما عندي مشكلة. لكن إذا أنت دوامك صباحي وبتروح بدون سحور على الدوام، فما أنصح، لأنه الأداء بيكون ضعيف. الجسم بيحرق كالوريز ولكن يخزن دهون، ما يعني ما بيحرق اللي لازم، بيحرق من العضل وليس من الدهون. أكيد. سامحيني دكتورة ندى، بس أنا لنا أخذ أسئلة الجمهور على السريع. برنامج الناس داخل أسئلتهم أهم شيء. إنزين دكتورة، الماي بصراحة ماشي وقت له، بمعنى البطن فل من الأكل مرة واحدة بنشرب ماي. إنزين، وبعد يقول شو رأيك الباكورة مفيد على الفطور؟ شوف الباكورة الوحدة غنية بالكالوريز فعليا، وهي محشية بطاطا وبصل وفيها بهارات. هلا احنا الباكورة الأصلية بطاطا وخبز عجين مقلاي، الوحدة فيها أكثر من 300 سعرة حرارية. إذا بتحسبها أنا ما عندي مشكلة، المشكلة إنك متى تأخذها. ما تأخذها أول ما تكسر فطورك لأنها كتير تقيلة، بعد مثلا ما تصلي المغرب وتأخذ الصلاة تأخذها، ما عندي مشكلة. انزين. أنا ما بقول لا لأي شيء، لكن يجب أن يحسب. انزين، شو عن حجم كل وجبة؟ أوكي، شايفين الصحن اللي إحنا بناخده عادة صحن العشاء، دائما تخيلوا إنه نص الصحن خضار وفواكه، والنص مقسم ما بين اللحم، السمك، الدجاج، أو والربع الثاني يعني الربعين، ربع ما بين اللحم، سمك، دجاج، بيض، أي نوع من البروتينات، اللبنة، والنوع والربع الآخر بين العيش والخبز والهاي. وطبعا يفرق من شخص إلى آخر حسب وزنه وعمره والطاقة اللي بيبذلها وعملية الحرق. صباحكم سكر ورمضان كريم، ابتعدوا عن المقالي والعصائر. العصائر دكتورة زينة، بس إن المحلاة ها؟ العصائر. شوف هلا في ناس يعني بتحب تأخذ تشرب العصائر، إحنا ما منفضل يعني، بدك تعامل العصير كسكر كحلو. صحيح. كمصدر للحلو، فأنا بفضل إنه أنت لما تأخذ المي والتمر والشوربة وكذا، بدك تحسب السعرات الحرارية الموجود فيه. يعني خلينا نقول نص كاسة عصير برتقال فيها حوالي 60 سعرة حرارية،
عكس انك لما انت بدك تاخذي تفاحه واحده فيها 60 سعره حراريه. الحين عصير برتقال ما تحبه في رمضان، نروح المحلات الحقيقيه. خلينا نقول قمر الدين وتمر هندي والعرقسوس وهي كلها فيها سكر، فانا بدي انت الخروب، هاي كلها اللي هي بنسميها عصائر رمضانيه ما عندي مشكله، لكن ناخذ الكاسات الصغيره لانه هاي فيها كميات سكريات كثيره وبتعطي مساحه في جسمك، ونستبدلها مكان الحلو. يعني انا بحلي بعدين لا احسب العصير اللي بشربه من ضمن كانه جزء من يعني جزء من الحلو. بفضل ندى اخذها على اساس انها فاكهه، بس بستفيد من الالياف، بستفيد من الفيتامينات فيها فوريا، وبنفس الوقت زي ما قلت لك كل المي انا عم باخذ المي اللي فيها كفايه. صحيح. العصائر طلعت كل الالياف اللي فيها، اذا طازجه انا طلعت الالياف ولكن ضلت في فيتامينات. هلا في بعض العصارات بتعطيكي بالالياف اللي فيها، صحيح هاي ما عندي مشكلة فيها لأن أنت عم تاخديها مع أليافها. صحيح. ولكن بدك تحسب السعرات الحرارية لأنه مضاعفة. أكيد. أكيد. طيب اللي يأكل كثير وتصير معاه تخمة شو يعمل بعد الإفطار؟ بده يركض. لا يعني يعمل رياضة، يحرق. شوف يعني قطعة البيتزا الوحدة مثلا على سبيل المثال عشان أسهل عملية الحساب، قطعة البيتزا الوحدة عشان أحرقها إذا كان زيادة عن السعرات الحرارية اللي أنا أخذتها في اليوم بدي مشي 55 دقيقة، سباحة بدي ثلث ساعة. فهو إذا أكل للتخمة، وهذا لا يعني لا ننصح فيه بأي شكل من الأشكال، لا تأكل حتى الإشباع. إذا أنت كنت بدك الهدف السامي من رمضان شعور بالناس، الاستفادة المعنوية والجسدية للجسم. صحيح. الاستفادة النفسية والصحية أهم. أنا أكلت لما صابتني تخمة لا بقدر أقوم التراويح، ما حقدر أديها، حأكسل، وبنفس الوقت حيزيد الوزن والهدف الرمضاني لا 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 أصل إليه. زين. بس حبت الجيمات ما تظهرها. ها ها. لا 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 الجيمات حلوة، أنا بأكل الجيمات. زين. تنصحين نسوي رجيم في رمضان؟ لا. تنصحين الرياضة بعد الفطور ولا قبل الفطور؟ حسب، إذا ما عندك مرض ولا تعاني من أي أمراض، سكر، ضغط، كوليسترول، أي نوع من الأمراض، بفضل قبل رمضان. قبل رمضان، قبل الفطور. قبل الفطور بنصف ساعة. ولكن هذا حسب طبعا أخصائيين التربية الرياضية وهذا مش تخصصي، ولكن إذا عندك أي مرض استشارة الطبيب أولا يسمح لك تمارس الرياضة ويقول لك كم تمارسها. وهذا بعد بعد الفطور. أنا أظن أن وجبة الفطور تكفي، بس تقريبا الناس يعوضون عن ثلاث وجبات بوجبة وجبة القهوة الليلية قبل الفطور، الرياضة تحرق، وبعد الفطور رياضة العضل والقوة. هو يعني إحنا قلنا إنه الرياضة بكل أنواعها رائعة. قبل الفطور نعم تحرق، لأنه إذا صحيح. كان عندك أي أمراض ممكن لا قدر الله يصيبك هبوط في السكر وكذا. فعشان هيك بنقول نعم صحيح الكلام، قبل الإفطار بتحرق السعرات الحرارية. ماذا تنصحين يا دكتورة لمن يريد أن يزيد وزنه في رمضان؟ بده يزيد كمية الأكل وما يمشي ولا على شيء أنا قلته. كل شيء قالت يسوي العكس. لا وزنكم. يعني مثلا هو ما يقوم يؤدي، لأنه إذا صلى المغرب بيشبع، فهو يفضل أنه يأكل التمر فعليا، لأنه لازم ننبه المعدة، حتى كمان لأنه حتى النحيف ممكن يصاب بتلبك بالأمعاء، وإحنا بدنا نخفف الضغط على المعدة اللي فاضي صلى 15 ساعة صيام. يأخذ التمر، ولكن الأكل تبعه يكون حجمه قليل وكمية السعرات فيه كثيرة. صحيح. حتى طيب. يشبع ويزيد الوزن. دكتورة نحن نوقف استقبال السؤال سؤالنا اليوم، خلينا نخبرهم السؤال ونذكرهم بالسؤال والإجابة. سؤال مسابقة رمضانية مال اليوم، تناول تمر عند الإفطار مفيد، ليش؟ لأن التمر رقم واحد مصدر للسكر سريع الامتصاص والهضم، ورقم اثنين يهيئ المعدة للوجبة الرئيسية، رقم ثلاثة يحتوي على الألياف الضرورية للصائم، أم رقم أربعة كل ما سبق صحيح؟ طرشونا رقم الإجابة على لا خلاص خلاص حين وركزوا على الإجابة. سبق صحيح. خلاص رقم الإجابة رقم أربعة كل ما سبق صحيح. وقفنا الاستقبال خلاص، وصلنا 11 إلى 10. بس نترياك تعطينا رقم اسم الفائز. دكتورة مبروك عليكم شهر. أنا الوقت اللي حطيته للفواكه والخضار أكون أخذ القهوة مع مكسرات مش محمصة وفواكه مجففة وسلطة مع الوجبة الرئيسية ومع السحور، هل هذا صحيح؟ صحيح. ماذا تنصحين دكتورة لمن يريد هذا؟ قلنا زين. مبروك عليك. وشو العادات اللي تؤدي إلى تلبك المعدة؟ الأكل بسرعة تودي
تؤديها الأكل بسرعة، الأكل الكثير، الأكل الدسم، عدم التسلسل في عملية الطعام، هذا يؤدي إلى تلبك المعدة. ليه؟ لأنه أنت تخيل الجسم 15 ساعة مرتاح ما في أي شيء، بيعمل عمليات الهضمية والأجهزة تعمل بصورة سهلة، نيجي على وقت الإفطار ونروح مدخلين كمية كاملة من الأكل مرة واحدة، فبصير في ضغط على الأمعاء والمعدة، وبالتالي بصير في تلبك في الأمعاء والمعدة. إنزين، ما هو الأفضل، عصير قمر الدين مركزة من القطع؟ القطع؟ كيف القطع؟ ما فهمت. يكون الشيت يعني دكتورة فايل نشتريه ونقعها ولا ونقعها في ماء ولا العصير اللي يكون اوريدي موجود في الغراش واحنا نخففه بالماء؟ لا انا بفضل، انا بفضل لا انا بعمله هيك، انا بعمله زي ما ندى قالت، انا بجيب الشرائح ايه وبعملها بالبيت، لاني انا بتحكم بكمية السكر اللي موجودة فيها، وعادة ما بضيف، بحب شوي هيك في حموضة. يعني يفضل ان انا يعني عن إن ابتعدوا عن الشرب المحضرة فوريا، فيها وايد أملاح وما فيها عناصر غذائية. الدكتور السوي صح؟ فيها عناصر غذائية ولكن فيها أملاح عالية جدا. مواد حافظة وايدة، ممكن تسوي شرب بسهولة في البيت. يقال أن تناول الفواكه بعد الأكل تماما مضر، صحيح أم لا؟ إحنا بدينا بالتمر وقلنا بدك تأخذ الوجبات الرئيسية، بعدين تروح تصلي التراويح، بعدها بيجي دور الفاكهة، وبالتالي في سبيس 3 ساعات. نعم. طيب دكتورة كلمة أخيرة قبل أن نختم معك. يعني أنت هي إحنا دائما ندعو إلى الذكاء في التغذية، الذكاء في تناول الطعام. أنت طبيب نفسك، حدد يعني، مش أنا ولا محمود ولا دكتورة ندى منقول لك شو تسوي، أنت تقرر، وإحنا علينا إنه بس نوجه. صحيح. أتمنى لكم صيام مقبول وطاعات مقبولة، وبشهر رمضان يكون عليكم صحة سعادة إن شاء الله. نعلن الحين اسم الفائز ومسابقتنا رمضانية لثاني يوم رمضان، عمر ناصر مال الله فز بجائزة قيمتها 500 درهم مقدمة هيئة صحة في دبي. ألف مبروك وهارد لك عمر. يعني عطنا يومين 3 أيام وتواصل مع الإخوان، حما ناخذ رقمك إن شاء الله، بيتواصلوا معك بيقولوا كيف ممكن تستلم المبلغ. ألف مبروك عمر. شكرا لك دكتورة وفاء عايش، شكرا لك دكتورة ندى الملا، ما قصرتي. شكرا لكم. يعني اليوم ما شاء الله متسحرة زين. لا والله مو متسحرة، مو متسحرة، بتقول مو متسحرة. حب أبدأ دكتورة ندى بدها تبدأ تسحر من اليوم. وعد لا بنسوي قد هذا، قد التغيير هذا التاج من هيئة الصحة، بخلينا أنا أداء السحر ما كنت أتسحر. لازم أسمى تسجلي لها أول تغيير بتتسحر. جزاكم الله خير، مشكورين. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العري، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع القادمة. تقبلوا تحياتنا ونقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.